يعني مثلا ناتي بشيء واقع انهم حاصل للجميع. عندما تصبح تستذكر ليلة كما ان من يريد ان ينام يستذكر نهار، وتمر فيها مواقف. كنت والله لم اكن موفقا عندما قلت الى عدنان في الرحله كذا وكذا، الكلمه التي قالها فلان صراحه اثرت في هذه اشياء تراجع، العمليه التي بعتها كاني تعجلت، فلان جيد اني رايته، هذه اشياء تاتي. كذلك في الصباح ياتي ما عليك في المساء. اذا جاء يوم قمت من النوم تقلبت على الفراش فقل الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، ثم انظر الى السماء السقف واتلو خواتيم ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب حتى تختمها، وان لم تقدر لو اولها. ثم توضا، والله يا اخي خطواتك هذه الى المغسل ريد توضا من اعظم ما تدخره لقدميك في ارض المحشر. تفعل كما فعل النبي، ان كان في سواك تسوق. ثم استقبل القبله وصلي هذه الصلاه ان قمت لها يراك رب العالمين. والله قال لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإن يراك رب العرش وأنت وضعت جبهتك له ليست عند الله بالأمر الهين. والله لو دخلت على أحد ملوك الدنيا الذين يحبون أن يسجد لهم، لو دخل زيد من الناس وعظم ذلك الملك وسجد له وهو كفر، لكان له إجلال عجيب عند ذلك الملك. فكيف أنت سجدت لمن لا يستحق أن يسجد إلا له، لملك الملوك جل جلاله؟ في هذه السجدة أولا سبحه كما أمر، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوا في سجدكم، ثم اثني عليه بما هو أهله. اللهم لا يبلغ مدحتك قول قائل لا يجزي بآلائك أحد، وجهك أكرم الوجوه واسمك أعظم الأسماء وعطيتك أحسن العطايا، أنت الرب وسواك العبد، أنت الخالق وسواك مخلوق، ليس لنا رب غيرك ولك عبيد كثير سوانا. ثم اسأله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، والله لا يدفع المرغوب إلا الله، ولا يحقق المرغوب إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، ولا يثيب ولا يعز ولا يذل إلا الله. فكل شيء تروم وصوله لم يقدر عليه إلا الله، كل شيء تخاف منه لن يحميك منه إلا الله. كلنا له آمال الله لا يقضيها إلا الله، كلنا له مخاوف والله لا يدفعها إلا الله. وكن فرحا بسجودك، فخور أنك ساجد، حتى لو أنك مت فتفرح أنك مت على هذه الحالة. ثم صلي 8 ركعات سردا، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، لا تقف ولا تجلس، 8 سرد. ثم في 8 اجلس وتشاهد، ثم قم، ثم أتي في 9 واجلس، ويصبح جلوسان بعد بعضهما البعض، يعني 8 و9. ثم سلم بعد التشاهد والصلاة، فإنك إن فعلت أصبت سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة عنه في قيام الليل. إذا أصبحت إذا تذكرت هذه الليلة تفرح بشيء واحد، أن الله وفقك لأن تعبده، والله لا يوفق لعبادته إلا من يحبه. فأعظم من دلالة أين أنت من الله، أين محبة الله لك، كلنا يريد أن يعرف الدليل البرهان أين أنت من السجود له جل وعلا. والله لا يقيم من النوم أحد يقوم يمشي إلى مغسلته ويصلي إلا شخص يحبه جل وعلا، وإلا لو لم يكن يحبه الله غني عنه.
لكنه أقام وقذف في قلبه النور وأحاله ووفقه وقام يصلي ثم صلى، وهو الذي أقامه وهو الذي وفقه وهو الذي علمه ما يقول وهو الذي يقبل منه.